مشكله بس بسيطه في منتخب تونس. ليش ما خدش علي معلول مع انه باك شمال حلو؟ ليه المشكله؟ ايه المشكله في كده؟ مش مشاكل بس هو ما خدوش. وتونس مش ظاهره بالقوه اللي احنا عارفينها اكتر. مش ظاهره الايام دي، مش ظاهره، مش قويه الموسم ده. ان شاء الله نقول النهارده فين تكون قويه يعني تونس. ان شاء الله ان شاء الله اكسبوا غانا، اكسبوا. كم تتوقع النتيجه تونس غانا؟ انا بقول 3-1 لتونس، بس يكون فايين ساسي يوسف. ما اعرفش بقى، مش متذكر كم لاعب منه يعني. ما اللي هيبقى مجتهد اكتر هو اللي هيكسب ان شاء الله. الله يخليك، منورين.